وانا ابغى اصير مشهور زيه وبيعضل مثله، والله يسوي اعلانات، والله تملين، والله ما ادري منه، والله يركب سيارات، والله شعر اللي طاير. انزين راح اظل تاخذ هذا هيومن جروث هرمون، تنفخ وتسوي عضل وتصير فحل كذي من فوق شكلك اسد، بس بعد سنتين ثلاث تصير اختي. لله اقولها ابر ذمتي المعضلين اللي عايشين على البروتينات الصناعية، اللي عايشين على الهيومن جروث هرمون. هو اسمه هيومن جروث هرمون، هرمون النمو المصطنع، يعني هو مو هرمونك الطبيعي. انت ما جيت كذي، انت ما انت غوريلا عزيزي، ما انت غوريلا، انت ما انت الانسان القديم كان يسوي عضلات، الكارنفور هذا اللي كان يسوي عضلات لانه كان يحتاجه، عشان الاسد كان يطارد ورا الغزال، هو يطارد ورا الغزال، واحد يطارد ورا الثاني، محتاج ذا العضل ومحتاج يسوي هالجسم. فهو من كذي سوى عضل هذا الانسان.